زالت في أرضية الملعب. هنا سفيان رحيم يتقدم، رحيم ومرة خطرة محمد عباس أمام المرمى، الله عودة الزعيم في التوقيت المناسب في الوقت المناسب في لحظة يقلصون من خلالها الفارق. العين واحد، العين واحد من البديل الذي ينجح في التسجيل. جوسنا 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 أبيانفي، أبيانفي هو من يفعلها، هو من يقلص الفارق. خاب لابا فحضر جوسنا ليسجل هدف العين الأول. 2-1 2-1 الآن 2-1، ويا قمة اشتعلي، يا قمة التهبي.